كالعادة نجدد اللقاء بكم مشاهدينا الكرام كل يوم أحد، حلقة جديدة من برنامج كيبورد نتناول فيها آخر مستجدات ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي وآخر الأخبار والفيديوهات، تلاقوها هنا معنا، فأهلا وسهلا بكم. هاشتاج حلب تباد يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. أسوأ الأفلام العالمية في 2016. نوكيا تعود إلى السوق بهاتف غير ذكي. فيلم لأنني فتاة يفوز بالمرتبة الأولى في مسابقة لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن. سلام يا أيمن، الله عليك يا أيمن، هدف أول يمن. وضيف كيبورد هذا الأسبوع نجم منتخب اليمن لكرة القدم أيمن الهاجري. أهلا وسهلا بكم. أثارت الأحداث المتتالية في حلب اهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الأنباء الواردة عن مقتل العديد من المدنيين على يد قوات الأسد وتجدد القصف على المدينة، حيث شارك العديد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الدول بتغريدات متضامنة مع أهالي هذه المدينة. خلونا نشوف هذا الهاشتاج. يواصل النظام السوري تدمير مدينة حلب، ولكن مواطنوها عكسه تماما، تركوا رسائلهم على جدران مدينتهم واعدين إياها بالعودة، وظهرت العديد من الصور بهذا الموضوع وانتشرت انتشارا واسعا في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلها الكثير وكتب عنها الكثير. وبنفس السياق أطلق هاشتاج بعنوان راجعين يا حلب، ضم الكثير من الصور التي أثرت كثيرا على ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي. نشوف هذا الهاشتاج. أما ناشطو مواقع التواصل اليمني شاركوا وتضامنوا مع أهالي حلب ونشروا العديد من المنشورات. اخترنا لكم بعض هذه المنشورات ونبدأها بمنشور للإعلامي سمير النمري. سمير النمري يقول: في حلب ستكتب أعظم قصص الحب والأساطير التاريخية، ستؤلف الروايات والقصص والأفلام والمسلسلات عن أعظم بشر عاشوا تحت الحصار والقصف والقتل. تحية لكم أيها الحلبيون الأبطال. إلى منشور يمني في مواقع التواصل الاجتماعي اليمني أيضا لمحمد التويقي. محمد التويقي بيقول: سأختصر هذه الصورة بعنوان مذكراتي التي أكتبها، الحرب في الحب ومعركة على الوطن.
وما أجمل الحب في زمن الحرب. فأصوات الرصاص والمدافع هي من تعزف ألحانها على أوتار قلب عاشق يحمل بندقية ويفكر بكتابة قصيدة يهديها لحبيبته. وإلى منشور أخير لوليد القعوري، وليد القعوري بيقول: حلب منارة الحب والثورة والنضال والكفاح والإخلاص والقوة، حلب مدائن الأحرار. من ضحايا النظام السوري إلى ضحايا ميليشيا الحوثي والمخلوع وما يقومون به، فبعد 54 سنة من سقوط المشروع الطائفي السلالي، من جديد يحاول الانقلابيون التسلل بين ركام التاريخ نحو مستقبلنا. تجلى ذلك باحتفالاتهم بالمولد النبوي وانتهاجهم فكرهم وتعزيز أفكارهم الطائفية. الكثير استنكر ما يقوم به وكتبوا الكثير من المنشورات الساخرة والرافضة. اخترنا لكم منشور لوزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان. خالد الرويشان بيقول: الأهداف الإمامية الستة: جهل وأمراض وظلم فادح ومخافة ومجاعة وإمام. لا أجد أبلغ من هذا البيت ولا أجد أبلغ من هذه الصورة تعبيرا عنه، هكذا يريدون الشعب. وإلى منشور آخر ليحيى الثلاية. يحيى الثلاية بيقول: السوق السوداء أصبحت خضراء بمناسبة المولد، رحماء بينهم لصوص بيننا. أعلن صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن عن الفيلم الفائز في مسابقة حملة اليوم العالمي لمناهضة العنف، والتي حملت موضوع من أجل تعليم آمن للجميع، وكان المركز الأول من نصيب الإعلامية آمنة العقيلي. وحمل الفيلم اسم لأنني فتاة، وهو يتحدث عن فتاة يمنية دفنت أحلامها منذ طفولتها. خلونا نشوف جزء من هذا الفيلم. ما قديش حق زواجها، ما بش بنات عندنا يجلس لهذا الوقت، ما لها اللي ابن عمها عوض الذي بالقرية. يو عوض ما قد درس، شو بكيفة في الدراسة؟ إن البنت بتمكنني دراسة وطموحاتي. خلي الطموح ليش؟ جميلة هي الأفلام التي تعقب على المشاكل الاجتماعية. المبدعون في اليمن كثر، وأينما ذهبوا وضعوا بصمتهم الإبداعية وأبهروا كل من حولهم. فمن مسابقة أرب آيدل وتميز الصوت اليمني وأرب كاستينج إلى منشد الشارقة، ومن يمثل اليمن المنشد الشاب حمدي دويد المتميز بصوت الجميل الذي أطرب كل من سمعه. هو حمدي دويد يتأهل للمرحلة الثانية من منشد الشارقة. خلونا نسمع ما شارك فيه هذا البرنامج. يالله يا عالم الحال إليك وجهت الأمان، فمن علينا بالإقبال وكل لنا واصلح البال، خلي حمولك على الله والخير ما اختاره الله، ابقى على قولي بالله.
العين لوين بالله لوين طال المدى يا وين والصبر في الطوق على غلال يا الله يا عالم الحال عالم الحال فنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال ونروح مع بعض الآن إلى عالم السينما العالمية حيث نشرت مجلة تايم مجموعة قوائم لعام 2016 تلخص أسوأ الإنتاجات الفنية المتنوعة. طبعا نحن كالعادة نشوف دائما أفضل الأفلام العالمية في 2016، لكن الآن بنشوف أسوأ الأفلام العالمية في 2016. أعلن تطبيق إنستغرام ميزة جديدة لحفظ المنشورات وسيكون لهذه الخدمة فوائد عدة مثل تنظيم وقت المستخدم وزيادة فاعلية التصفح، كما ستساعد العلامات التجارية بدورها وتظهر علامة الحفظ مباشرة تحت المنشورات في شريط الأخبار، وبالضغط عليها يتم حفظ المنشور وينتقل أوتوماتيكيا إلى ملف خاص في بروفايل المستخدم، وسوف يكون الملف سريا وبعيدا عن أعين الآخرين ولا يراه إلا صاحب الحساب. في الوقت الذي تمر شركة سامسونج وأبل بأزمات عدة مست سمعتها، عادت علامة نوكيا للإعلان عن صدور هواتف جديدة، لكن الإصدارات المعلن عنها تعود لما قبل عصر الهواتف الذكية. وأعلنت شركة نوكيا في بيان لها أنها سوف تطرح هاتفين يحملان اسم نوكيا 150، أحدهما ثنائي الشريحة، سوف يكونان متاحان في الأسواق بسعر لا يتجاوز 26 دولارا أمريكيا. كيف سيكون آخر 10 سنوات من عمرك إذا مارست الرياضة؟ هذا السؤال يجيب عليه هذا الفيديو، شوفوا مع بعض. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. طبعا الفيديو اللي شفناه مع بعض كان من إنتاج الحكومة الكندية. الآن خلونا نختتم هذه الفقرة بمقطع للأغنية التي شارك فيها الفنان عمار العزكي في أول العروض المباشرة لبرنامج عرب آيدل. يا بحتني يا هواي
تالي انكشاف سره ما حد درى بلتني والحين كل الناس واقف على بابكم والهان ومسيب هذا العاني اللسان محبوب الصغير يومين مروا علي سنتين لو أكثر لا ما قدر يا منيتي عن شوفتك أصبر. وصلنا إلى الفقرة المختلفة وهي فقرة الاستضافة، وضيفنا اليوم نجم المنتخب اليمني، نجم لكرة القدم، أحد أفضل المواهب التي ظهرت في الكرة اليمنية خلال السنوات الأخيرة في ظل القدرات الرائعة التي يملكها ومراوغته المميزة. خاض تجارب احترافية في العديد من الأندية رغم صغر سنه، حيث لعب في شعب إب اليمني وتركتور الإيراني والرفاع والنجمة في البحرين والشباب العماني. ضيفنا هو الكابتن أيمن الهاجري. أكرم القضابة، الشعب حتى الآن خارج التغطية في اللقاء، وهذه كرة قلب قذيفة وجيمس يأتي بالرد بعرضية أيمن الهاجري. يا سلام عليك يا جيمس، فيها لمزة وفيها شوف الباطن يتصدر ب 31 نقطة، ضمك 29، العروبة 26، أحد 26، مجزل 25، وأيمن محاولة في راية جول في الشباك الماليزية، وأعلنت أول الأهداف اليمنية. شاهد الكرة، يا سلام يا سلام يا أيمن، الله عليك يا أيمن، هدف أول يماني للكتيبة اليمنية هنا في الأراضي الماليزية عن طريق اللاعب أيمن الهاجري. أهلا وسهلا بك يا كابتن أيمن. يا مرحبا أستاذ كرم، أهلا وسهلا بك وبالجميع المشاهدين. نورتنا وشرفتنا في هذه الحلقة. الله يسلمك، النور نورك والله. ها كيف، جاهزين للأسئلة؟ أي إن شاء الله جاهزين. نبدأ الأسئلة معاك. أول سؤال، من اكتشف موهبة أيمن؟ الوالد والوالدة الله يحفظهم. كم عمر أيمن؟ 24 سنة. أوصف نفسك بكلمة. إيجابي. مثلك الأعلى؟ مثل الأعلى والدتي الله يحفظها ويطول عمرها إن شاء الله. يا سلام على الأسئلة والأجوبة السريعة هذه. شخصية رياضية تحب مقابلتها. آسف، شخصية رياضية تحب مقابلتها؟ ليونيل ميسي. واو، وانت والمخرج مع بعض كلهم قالوا واو. أنا ريالي طبعا، بس ليونيل ميسي الشخصيات اللي أحب مقابلتها. والسؤال اللي بعده كان بيقول برشلوني انت أو ريالي؟ لا ريالي أكيد. شهادة تعتز فيها؟ شهادة أو جائزة يعني تعتز فيها؟ من رئيس الاتحاد الدولي يعني جوزيف بلاتر السابق. موهبة أخرى غير الرياضة مع أيمن؟ أنا ما ليش مواهب، بس أحب مطالعة الأفلام السينمائية. إذا ما كنتش لاعب كرة إيش كنت تحب تكون؟ أحب أكون رجل أعمال. الله الله. أو إعلام ممري. أكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ إنستغرام. أكثر انتقاد سمعته؟ كل شيء يطالع بقصة شعر جديدة. يقال عنك مغرور، ما صحت هذا الكلام؟ لا والله ابدا، اللي ما يعرفك ما يقدرك، انا انسان بسيط جدا و يعني مع الناس كلهم انا عادي، بس اللي ما يعرفك ما يقدرك. من هو منافس ايمن الهاجري في اليمن؟ ما اظن منافس من اي ناحيه في الكره؟ في كره القدم
والله سؤال ما أظن. طيب لعبة كرة القدم هي تنافس شريف بين جميع اللاعبين، ما في منافس محدد واحد. طيب متى تخلص تشطب البيت اللي فيه إب؟ والله عدنا الأسبوع الماضي. ليش أيمن يحب ويتقن رقصة السامبا غير الصنعاني واللحقي؟ أظنها سهلة شوي، صنعاني شوي صعب بالنسبة لي. أخوك أشرف هل بيكون امتداد لنجومية أيمن ولا بيخوض في مجال آخر؟ أشرف أخي طبعاً هو لاعب يعني ولاعب ممتاز، بس الظروف ما ساعدت إنه يصير لاعب كرة قدم. صفة فيك تزعجك وحابب تغيرها؟ كانت صفة سابقة إنه الخجل شوي، بس الحمد لله غيرتها. أجمل لحظة في حياتك؟ أجمل لحظة في حياتي لما أسجل هدف المنتخب اليمني. يا سلام. تحب الشهرة نعم أو لا؟ نعم. تعيش قصة حب نعم أو لا؟ لا. تفضل الزواج عن حب أو بالطريقة التقليدية؟ بالطريقة التقليدية. ما هي ضريبة الشهرة بالنسبة لك؟ تتعب، تلتزم بواجبات، تغير نمط حياتك في الكامل. يا سلام. برأيك ما سبب تدني رياضة كرة القدم خصوصا في اليمن أو باليمن طبيعي، مش في اليمن فقط؟ في اليمن طبعا القائمين على الرياضة الحكومة ما تعطي الرياضة أي اهتمام، وهذا السبب يعود انعكاس على المنتخب اليمني. يا أخي حبيت إجاباتك السريعة. طموحك. أنا أحب أسئلتك أنا بعد. طموحك. طموحي طبعا ما يوقف على مكان محدد، ان شاء الله في الدوري الاوروبي ان شاء الله. لا. ايمن بعد 5 سنوات اتوقع انه بفتح لي محل، اصير تاجر. يا سلام. لا بزنس بزنس. وصلنا لختام هذه الحلقة، إذا في كلمة لجمهورك، كلمة لمشاهدين كيبورد، كلمة لمشاهدين أيمن الهاجري. اولا احب اشكركم على الاستضافه الجميله، وانا يعني جدا متشرف فيكم وفي جميع المتابعين. ونحن لنا النقطه الثانيه اقول ان اللي ما يعرفوا ايمن الهاجري اتمنى انه ما يتسرعوا في الحكم علي، وانا اخوكم واي واحد انا اتشرف فيه. ونحن نتشرف فيك ونفتخر فيك يا ايمن. الله يسلمك، انا اتشرف فيك اكثر. وصلنا لختام هذه الحلقه من برنامج كيبورد، نتمنى نكون قد وفقنا فيها، وننتظر تفاعلكم معنا عبر صفحة البرنامج، الظاهر رابطها أسفل الشاشة كالعادة. وبالأخير هذه تحياتي أنا كرم بحشوان، وأهيا لكم من معدة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم المشارك من قناة بلقيس في هذه الحلقة. نلقاكم على خير الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين كونوا بأمان وسلام، إلى اللقاء.